بالأمس أنا كنت نايم تقريبا الساعة 11 بعد ما انتهت المباراة، الساعة 12 إلا ثلث، سمعت صوت إطلاق نار، فزيت عن التخت ونزلت لهم على الباب. كان فوق ما يقارب 200 جندي قاعدين باب بيتي، كل ما بطلع يقول لي فوت، كل ما بدي أطلع يقول لي فوت. أول شغلة اعتداء على حرمات البيت، على اعتداء على النساء، اعتداء على الأطفال. أنا ابني كان نايم وقاعد الدرج نداء وقال له افتح ايديك، شو نايم وبلطخ حجر؟ منطق هذا الحكي؟ معلم بيع فوق بطخه. أول شيء اعتداء حرمات البيت، هذا حاجة كان عندنا عند ربنا يعني. أبو جهل بعهد الرسول شو قالوا له؟ قالوا له كيف تتركه وطالع من بيته؟ قالهم شو أبو جهل كافر، شو قالهم؟ قالهم يقولوا عني انتهكت حرمات محمد، ما بالك ابن زي هيك. وذوي القربى أشد صلابة من ذوي العبيد، الرسول عليه السلام يقولها. وطبعا أنا كنت أول من الموجودين، شباكي طبعا على الشباك على الشارع مباشرة، فشفت لواح عندي فقلت فكرت جيش قوات الاحتلال، فلاحظت أربع جبات سلطة طبعا واقفين عند العمود تحت، فطلعت فوجدت ابن أخي هذا الشاب، وتوقعت أنه يتشابكوا معي، فقلت له يا عمي خش أشوف شو بدهم، فذهبت إليهم بقول لهم شو بدكوا؟ قالوا نقيم الراية، قاموها. طبعا كان طالع واحد من القرود تبعونهم وقاموهم، صلاة على النبي. فلما قاموها طبعا احنا في عنا قاعدة هذه دائما قاعدين فيها وجالسين فيها باب دارنا، ارضنا والحدود حدودنا زي ما بقولها دار ابونا، واجوهم يطحونا كويس. فهقيت لما بقول له خلص مش انتوا خلصتوا قيمتوا هالراية، شو بدكم اياه؟ خلص ليش انتوا جايين عنا نروح خشوا بيوتكم؟ قال انا في عندي مهمة جاي امشيها اقضيها واروح. قلت له احكي لنا شو هي المهمة وانا اسلك لك اياها، بس احل لك اياها، بدك حدا قول لي اسم حدا انا جاهز. اللي هو بقول لي انت مش شغلك، احنا هذا شغلنا عارفينه. قلت له انت جاي على داري بتقول لي خش دارك، انت رعبتنا رعبت اولادنا، يعني انت جاي وزعران وجاي بدك كمان تحاسبني؟ يعني ذنبا ذنبا اوقح من عذر، اوقح من ذنب، عذر اوقح من ذنب. فهقيت اللهم صل على سيدنا محمد بقول لهم طيب يا عمي يا جماعه وحده الله. طبعا لما قلت له وحد الله كان قلت له غلط على نتنياهو، فطبعا لك من عندكم الدين واللازم منه. فبقول له شو بدكم اياه؟ قال انا هذا الدار بدي اخشها. طبعا صار ملاحظات بينهم وبين الشباب بسببهم، هم من ما احترموش كبير، اخي فوق ال 64 سنه، حاولوا يسحبوه قالوا له ما دام انت كبير العيله بدنا ناخذك. وانا تدخلت بالاحسنيه قلت لهم يا شباب انتوا اختريتكم، ممكن طبعا 47 سنه عمري اختريتكم ممكن بسبب اولادي، يعني حتى لا يشرف اني اقول لهم، بس انا حكيتها كويس. بقول لهم انتوا يعني ليش هيك؟ لو بقول له انت كمان بنسحبك خش بيتك. ولا انا واقف بيتي شو بدك اياه؟ قال بدي اخش البيت هذا. بقول لهم فيش حدا في البيت هذا، انا صاحب البيت طبعا بيتي عندي بنات. لو بقول لي تخافش على بناتك هذول زي بناتي، قلت له لا اتوقع انهم زي بناتك. المهم اللي هو بقول لي انا في حجار عندك من السطوح ومخبوط علينا، بدي اخش بيتك. قلت له انت بتقول في حجار، بدك تروح حجار روح على محل الحجار مش جوا بيتي، انخبط من جوا بيتي هو. اول اشي انت تدعي ان انخبط عليك حجار، انا واقف ما انخبط حجار، انت اطلقت الرصاص، انت جيت تعربت علي وانا في بيتي، انا ما جيتكش على المقاطعه، انت جيتني عندك مهمه شو هي بس احكي لي. عادها كمان مره قال لي هذا مش شغلك، هذا مش شغلك، هذا شغلنا وعارفين شو بدنا.